بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا يعني سعيده بحضوركم جميعا النهارده في ندوه المراه والصحافه في حزب مستقبل وطن. امانه المراه في حزب مستقبل وطن لما جينا نختار موضوع المراه والصحافه اخترناها على اساس ان الصحافه جزء كبير جدا من الاعلام، والاعلام هو المنبر او النافذه اللي يعني كل العالم بيشوفها، صوره المراه المصريه، نموذج المراه المصريه في مصر من خلال الإعلام ومن خلال الصحافة. أنا كصحفي دوري دلوقتي مهم جدا من ناحية المرأة، زي ما دوري مهم جدا من ناحية الأحداث السياسية، من ناحية الأحداث الاجتماعية الأخرى، مهم جدا للمرأة. أنا كصحفية أكتر واحدة أكون ملمة بمشاكل المرأة، أكتر واحدة ممكن أحس بالست اللي هي ممكن او بالسيده اللي هي ممكن ما تطلعش تقول مشكلتها في التلفزيون، ما عندهاش الوعي انها ممكن تلجا لحد في مشكله معينه، غير لو انا صادفتها من خلال عملي كصحفيه او كمراسله او بنزل اعمل تقرير معين اشوف المشكله دي قدامي. فانا طبعا يعني النهارده لما اخترت صحفيات، وجود صحفيات معايا، انا قلت ان انتوا اكتر ناس هتبقوا ملمين بالمشكله او مشكله المراه المصريه في مصر، صح؟ طب دلوقتي المراه والصحافه، المراه في الصحافه، فين المراه؟ يعني فين المراه في الصحافه المصريه؟ الاول برحب بك يا استاذه، اتفضلي. طب اتفضلي كده اتكلمي، اتفضلي. طيب اتفضلي. انا شايفه ان موضوع الصحافه والمراه، او يعني اللي احنا نفرد مساحه لقضايا المراه في الجرايد بتاعتنا، المجلات، الاعلام المرئي حتى، مساله صعبه لو احنا فعلا عايزين نقدم محتوى فعلا بيعالج قضايا المراه بشكل حقيقي، مش التقديم النمطي والصوره النمطيه اللي دايما بتتقولب فيها النساء في برامج الموضه او الطبخ او يعني الازياء، دي البرامج العاديه. لكن في البرامج اللي بتناقش قضايا النساء بشكل حقيقي، القضايا المراه العامله، المراه المعيله، المراه العاملات الزراعيات، الخدم المنازل، شريحه كبيره جدا من النساء المصريات، مش بس هم اللي بيطلعوا في يعني بيهتموا بالموضه او باحدث صيحات الميك اب. شريحه كبيره جدا ما حدش بيبص ليها. بالظبط. وانا اتكلم عن تجربتي، من واقع تجربتي والمشاكل اللي احنا بنواجهها، يعني كصحفيين شباب مهتمين قوي بالوعي النسوي ومهتمين قوي بان احنا نقدم قضايا المراه بشكل مختلف، واجهنا مشكله القاده اللي يعني بيرأسونا طبعا، لان في النهايه لازم شغلك بيتم تمريره على رئيس تحرير، ورئيس التحرير اصلا لا يعني قضايا المساواه على الاطلاق، وان هو اصلا شخصيه بتفكر تفكير ذكوري في نفس الوقت، ان هو شايف ان مش من حق الست اللي هي الطالب بحقوقها، او ان انتوا واخدين كل حاجه او كده. فانا واجهت مشكله، قعدت اكتر من 3 شهور لحد ما اقنع الناس في البديل. انا اول بدايتي كانت في البديل، موقع الكتروني، وكانت المعالجات نمطيه جدا اللي بتتقدم، الى ان تم فعلا تقديم شغل مختلف. عن ساعتها كان بقى قضايا التحرش الجنسي في ميدان التحرير كانت في اوجهها يعني، وكان في مشاكل كتيره. بعد كده اما الصحفي هو اللي بيقدر يفرض وجهه نظره وتبقى وجهه نظر موضوعيه كمان، مش بس مجرد شعار اللي احنا مع حقوق المرأة وكده، الرئيس التحرير بيقتنع وبيديكي مساحة بعد كده، هو اللي بيطلب منك اما يجي يوم العالمي للمرأة في 8 مارس يقولك فين الشغل بتاع حقوق المرأة. كمان الدولة يعني جزء، السياسات الإعلامية وسياسات التحرير جزء من سياسات الدولة بشكل عام، واما الدولة تكون هي اصلا عندها اهتمام بقضايا النساء وهي معنية فعلا فيها زي ما ظهر في الفترة الأخيرة، ده بيشجع رئيس التحرير كمان ان هم يمشوا مع النظام السياسي السائد يعني، وده مش عيب ان احنا نستغله لتمرير قضايا اكتر بتخص النساء. شكرا ليكي جدا. انا عايزه اقول لك انت شاورتي على نقطه مهمه جدا، بالنسبه ان اي قضيه انا كصحفيه او انا كمحرره ما ينفعش ان انا اطرح القضيه دي في الصحف وتبقى فعلا مكان اهتمام للراي العام، غير لما تبرر او تمرر اسفل يعني تمرر لرئيس التحرير. المجتمع الذكوري في وجهه نظري هو السبب. المجتمع الذكوري اسبابه عديده جدا في مصر، احنا فعلا مجتمع ذكوري يعني، ده مبدئيا يعني، احنا بجانب ان الذكور هم النسبه الاعلى في الاعداد، يعني هم الذكور هنا في مصر عددهم اعلى من السيدات، لكن ده من واقع يعني معلومات، لكن
مش ده السبب، يعني مش السبب الكسرة، لا السبب في عادات وفي تقاليد وفي أصول كتير موجودة من خلال مؤسسات، من خلال كتير جدا، إن أي رائدة أنثى بتواجه مش مشكلات، يعني بتواجه مشكلات أولها رفض، أولها رفض من كل الأطراف، يعني أو من كل في كل المجالات، يعني في كل المجالات، يعني هما مثلا بيتفقوا على مثلا الست تكون رائدة في مكان معين، ما بيكونش ليه أهمية ما تكون رائدة في مكان احنا محتاجينه فيها، مثلا في كتير جدا الست اللي هي المأذونة، او في ناس كتير قالوا لك خلاص اوكي ممكن تكون ست مأذونة وتشتغل والكلام ده كله، طب احنا محتاجين ست ممكن تكون القضاء، او بالنسبة لو في اعمال القضاء ممكن تبقى ست قاضية، احنا محتاجين في بعض القضايا ان ممكن الست تكون نموذج في انها تكون قاضية. برضو المجتمع الذكوري غالب علينا، يعني فكره مسيطر علينا، فكره مسيطر على تقبل الانثى في المجتمع رائدة، يعني دي فكرة مسيطرة على اي راجل بيشوف ان الست دي ممكن تكون رائدة في مكانها، ده بيسبب له مشكلة. مشكلة في ايه؟ مش عارف، يعني هو شايفها مثلا ان هي ممكن تكون كقدرة مش قادرة انها تمسك منصب ده او تمسك مكان ده. اتفضلي يا استاذة ريم، اتفضلي. فانا مش عارفة ايه الاسباب، طبعا يعني اسباب دينية واسباب اكيد طبعا. اتفضلي معانا يا استاذة امال كده، قولنا اسباب ان المجتمع يكون ذكوري غير نظرة الراجل للست. يعني هو اسمحي لي في حتة مجتمع ذكوري دي، مهما كان المجتمع الذكوري هو مين اللي ربى الذكر؟ مش الانثى برضو؟ فاحنا بدل ما يعني انا مش عايزه الوم الراجل في كل حاجه، في قضايا المراه بتساهم بنسبه كبيره قوي في ظلم نفسها. احنا لو قلنا المجتمع الذكوري طبعا من حق كل 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 فئه انها تدافع عن حقوقها، فهو كذكر من حقه ان هو يدافع عن حقوقه كذكر، بس ما هو الذكر ده تربيه انثى في البدايه، يعني والمجتمع الذكوري ده اللي طلعته امراه للمجتمع. الامراه ديت هي توارثت عادات وتقاليد من جدتها ومن مامتها ومن ومن ومن، بيقولوا لها ان الرجال قوامون على النساء، بيقولوا لها ان البنت لازم تنكسر، بيقولوا لها كذا حاجه، وبحيث ان الام ممكن تظلم بنتها في منتهى السلاسه اللي في الدنيا وهي ضميرها راضي وهي مقتنعه تماما ان البنت دي لا، هي لازم تنكسر لاخوها في البيت ولازم تنكسر لزوجها ولازم تنكسر ولازم تنكسر، وهي بتبقى اسلوب من اساليب الضغط عليها. يعني المفروض مثلا ام، والام دي انثى، يعني ام وانثى في نفس الوقت، هي اكتر واحده ممكن تدافع، بس احنا ساعات بنلاقيها اكتر واحده هي ممكن تكون ضغط. فاحنا دور الصحافه اللي هو توعيه برضو الامهات ان 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 توعيهم ان دوت مش من الدين ان انت تظلمي جنس الجنس. احنا ربنا بيحاسبنا على قدم المساواه، ذكر زي الانثى، ما نجيش احنا كبشر نظلم نفسنا. يعني اذا كنا احنا هنظلم نفسنا مين هينصفنا؟ حته برضو ان السيدات دايما بيبصوا لها في المجتمع، لان احنا بنرجع للخطاب الديني، الخطاب الديني دايما بيحط ان لا، ما فيش سيده هي اللي تبقى قوامه علينا، احنا حرام. يعني هم فكره القوامه ان هي طبعا للرجال، سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى ذكر قال الرجال قوامون على النساء بما انفقوا بما فضل الله بعدهم. هم للاسف شديد، صدق الله العظيم، للاسف شديد هم بيبصوا على الايه اللي هي ممكن تكون فيها القوامه او الرئاسه من ناحيه تانية، هي اصلا ربنا قومه من ناحيه تانية خالص، هو قومه من ناحيه تانية خالص، من هو الانفاق، مسؤول الانفاق، مسؤول مادي، وان هو يبقى قوي في مكانه، قادر يبقى فعلا رجل قد الكلمه. بعدين انت لما تمسكي الدين وتصوبيه على ايه معينه وتعملي عليها ستريس جدا للمجتمع، هي دي الايه الوحيده. طب ما يبصوا في تاريخ المرأة في الإسلام، هنلاقي إن تاريخ المرأة كتير من سيدات المسلمات كتير جدا كانوا أبطال، كانوا أبطال. أكيد. شكرا يا أستاذة أمين. أستاذة صفاء برضو أنا معلش أحب أخذ رأيك بالنسبة للمجتمع الذكوري، أسبابه عدة، قول لنا أسباب برضو العادات والتقاليد السائدة دلوقتي. ثواني بعد إذن. بسم الله الرحمن الرحيم.
هو زي ما رضوى كانت بتقول او احنا قلنا او عرفنا ان المجتمع المصري بتاعنا مجتمع ذكوري او المجتمع العربي بصفة عامة مجتمع ذكوري، بس في حاجة استشفوها في الاخر من خلال الثورات اللي حصلت 25 و30 واستفتاء الدستور وانتخابات الرئاسة، ان المرأة هي اللي بتسيطر على كل حاجة وهي اللي بتتحكم في الوضع العام. من خلال دوت نادى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان نادى عن المرأة، هو ما قالش الراجل ولا قال الشاب ولا قال الولد ولا نادى عن المرأة المصرية، انا عايز كل ام تنزل تاخد ولادها وتنزل تفوضنا علشان كذا. هو اختار صح، هو عارف القوة في البيت مين. الست في البيت هي 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 رئيس جمهورية، هي رئيس وزراء، هي وزيرة داخلية، هي وزيرة تموين، هي وزيرة مالية، هي كل حاجة. فازاي هي في المجتمع مش قادرة تاخد كل حقوقها كاملة زي ما هي مسيطرة فيها في البيت؟ هي قادرة في البيت انها تتعامل مع كل الاطياف، مع ابنها ومع جوزها ومع اخوها ومع اختها ومع جارتها، بتعرف تتعامل، عندها دبلوماسية في كل حاجة. ازاي انت بتحرمها من حقها انها مش هتعرف تتعامل، تبقى مثلا سفيره، تبقى وزيره، تبقى معرفش ايه، تقول لي اصلا مش هتتحمل؟ لا، ده هي بتتحمل كل حاجه، هو ربنا اداها القدره انها تتحمل، انها تتحمل، انها تحمل وتتحمل تعب انت مش هتقدر تتحمله، اتحمل تعب ولاده وتعب رضاعه وتعب شغل وتعب خدمه بيت وتعب خدمتك، قادره انها تعمل كل ده، يبقى قادره انها تكون ست مسؤوله. وساعه ما تكون مسؤوله في مكان ما او في وظيفة ما، هي هتكون اقدر من الرجل على انها تعملها بكفاءة بدون ما ترتشي، لان هي مش هتحب ده، هي هتحافظ على ده كويس جدا لانها بتحب بلدها كويس جدا وعايزة تبين انها قوية وانها فعلا قادرة في المسؤولية اللي اتحطت فيها انها تطلع وتكون فيها كفء وجديرة فيها، فهتبذل كل ما عندها ان هي تجتاز ده تحدي، لانها عندها روح التحدي، صبر عندها الصبر، دبلوماسيه عندها دبلوماسيه. واحنا عندنا فرصه من ذهب ان الرئيس عبد الفتاح السيسي نادى عن المراه وحق المراه، فانزلي بقى محليات، انزلي انتخابات، انزلي كل الانتخابات، وان شاء الله هيكون ليكي مكان، لو ما كانش ليكي كوتا هيكون ليكي مكان، هتقدري بشغلك بتعاملاتك مع الناس في المجتمع في الشارع في البيت في اي مكان هتقدري انك انت تاخدي حقك ده، ما حدش هيديكي حقك، ما حدش بيديهولك، انت هتاخديه غصب عن عين اي حد، لانك انت قادره ان انت تعمليه، لان ده حقك، انت تعبتي عشان تعمليه، ما حدش هيديهولك بالسهل، بس انت تعبتي لازم تاخدي حقك ده بمجهودك وبتعبك وبقدرتك على انجازه وانجازه. فكلمة المجتمع الذكوري انا مش حباها، انا قادره ان انا اغير ده، انا قدرت ان انا اغير ده، انا في 25 يناير نزلت وتحديت زي الراجل واقفه في الميدان، حصل اي موقف انا هو بيتعرض ليه انا بتعرض ليه، في 30 يونيو نزلنا، في الدستور نزلنا واستفتينا واحنا اللي كان لينا الصوت الاقوى، في انتخابات الرئاسه نزلنا واحنا اللي انقذنا من كل دوت. فما يجيش حد يقول لي مجتمع ذكوري، انا قادره ان انا اغيره. اتفضلي. يعني انا مع بس احنا كلمه المجتمع الذكوري احنا ما جبناهاش من فراغ، وحياه ربنا يعني احنا ما جبناش كلمه المجتمع الذكوري من فراغ. هنغيره ازاي يا فندم؟ يعني اكتر من احنا الناس نزلت الميادين وتم ضربها وسحلها واغتصابها، وفي الاخر غيرنا ايه؟ بس احنا في بعد 25 يناير عظيم، ماشي، بعد 25 يناير، بعد عظيم، انا ما عنديش مشكله بعد 25، بس يبقى مش في خطوات. احنا حكم الاخوان المسلمين اصلا عارفين ان هم ضد النساء وضد حقوق الانسان بشكل عام، وان هم لا يمثلون اصلا. لكن لما جينا بعد 30 يونيو لجنه الخمسين بدانا بكام؟ بخمس ستات من 50 عضو، من 50 عضو. يعني هل يعقل يبقى يعني النسبه الضعيفه الهزيله دي؟ اوكي مفيش مشكله، نساء كانوا قادرات وفعلا انتزعنا الحقوق. جينا اللي بعدها طيب ماشي، جينا بعد كده في مجلس النواب، يا جماعه بنتكلم على قانون الانتخابات، قانون الانتخابات يكون عادل شويه، يعني ما تعمليش يعني فردي 80% و20% من القايمه. ستات مين اللي هينزلوا اصلا مع بتوع دلوقتي اللي نازلين اللي اخدوا براءات كلهم بتوع الحزب الوطني رجعوا تاني من جديد، ورجال الاعمال رجعوا تاني، في مين الست اللي معاها فلوس عشان تنزل يعني تقاتل في هذا العالم؟ يعني ده اول حاجه. الوزاره اوكي، الرئيس عبد الفتاح السيسي فعلا بيحترم المراه والكلام ده اوكي، على يعني ده خطوه مهمه، لكن ده ما تترجمش في وزاره. يعني عدد النساء اللي في الوزاره لحد دلوقتي كام؟ 4.
ده هل يعني هل ده عادل يعني لو بنتكلم فعلا عن المجتمع بيحترم المراه وعايز يمكنها سياسيا؟ لا طبعا ده مش موجود. احنا دلوقتي دورنا كاعلام ودورنا كصحفيات المفروض ان احنا نعمل زي توعيه للنساء. انزلي رشحي نفسك في المحليات، انزلي انتخبي نفسك. لو هي طبعا ما قدرتش تاخد فرصه البرلمان تنزل ترشح نفسها. لكن اصلا في مشكله تانية، ان في سيدات انا مش بقولها انزلي رشحي نفسك، انا بقولها انزلي انتخبي. زي ما يعني زي ما استاذه صفاء ذكرت قد ايه دور المراه المصريه في الاستفتاء وفي الانتخابات الرئاسيه قد ايه كان ليها دور كبير كلنا شفناه. في برضو ستات تانية ما عملتش ده كتير، وشريحه كبيره جدا واصواتها مهمه جدا ما عملتش ده. برضو ده دورنا احنا كاعلام ودورنا كصحافه ودورنا كامناء مراه، لازم ان احنا برضو نهتم بالشريحه اللي هي ما بتعرفش. طبعا انا سعيده جدا اولا ان معانا استاذ هشام القاضي امين الاعلام في حزب مستقبل الوطن على مستوى الجمهوريه. اتفضل يا استاذ هشام. استاذ هشام يعني هو ليه كلمه النهارده ليكم كصحفيات في وجهه نظرنا اللي احنا بنتكلم فيها. انا قلت له ان احنا شايفين ان المجتمع يعني احنا بنصنف مصر بلدنا ان ده مجتمع ذكوري، في كتير عوائق بتقف قدامنا في ان احنا نكون رائدات فكرة، حتى ان هو يبقى غالب على فكر تاني، فكر رجولي. فايه رأيك وشايف السيدة المصرية ايه اصلا؟ انا شايف ان السيدة المصرية دي طبعا، وانا برحب بكل اخواتنا من الاساتذة الصحفيات اللي موجودين معانا، وانتوا نورتوا مستقبل الوطن وده مكانكم في اي وقت وتنورونا طبعا. وعايز اشكر كمان الاستاذة رضوى على المجهود الرائع اللي هي عاملاه وعلى محاولتها الدائمة لتنمية امانة المرأة، لان ده شيء رائع جدا. المرأة المصرية دايما بتثبت عبر التاريخ انها شريك اساسي في التنمية في كل شيء. لو اتكلمنا حتى على الصعيد المحلي البسيط جدا، الست البسيطة اللي في الحقل اللي عارفة ازاي تأثر اقتصاديا من خلال السمن والجبنة وغيره وغيره وغيره، لحد السيدة اللي بتساعد جوزها الصياد وهي بتأدف معاه في المركب، او حتى على صعيد سيدات الاعمال اللي احنا عندنا سيدات اعمال مهمات جدا موجودين دلوقتي بيديروا كثير من الشركات في المجتمع المصري. فده معناه ان السيدة المصرية على كل الاصعدة وعلى كافة الاصعدة لديها من الامكانيات ما يمكنها من انها تصنع نجاحات وانها تشارك في التنمية بشكل فعال وبشكل رئيسي وبشكل قوي وجاد. لكن احنا عندنا مشكلتين اتنين. سمعت اختي العزيزة وهي بتتكلم في قضية ضرورة استاذة هاجر، ضرورة قضية دعم الدولة للمرأة. أنا بتفق معاكي تماما، طبعا لابد من سبل دعم. احنا عندنا للأسف الشديد نقص في دعم الفئوية في مصر، سواء دعم الشباب، دعم المرأة، دعم متحدي الإعاقة، دايما في نقص في هذا الإطار، ودايما في تردي في هذا الإطار، ودايما في تراجع وفي كده ايه، في عشوائية في إدارة الموقف دايما في الحكاية دي. تلاقي كلام كتير جدا عن دعم المرأة، كلام كتير جدا عن دعم الشباب، رائع، شيء رائع، وتلاقي كلام في الإعلام، إنما الآلية كاملة لدعم المرأة أو لدعم الفئات عندنا في مصر أصلا للأسف الشديد، ربما ده يكون نتيجة لأسباب اقتصادية، يكون وتماشي مع التطور، ده شيء مهم جدا جدا جدا، ربما ده يكون مكلف. علشان كده أنا قلتلك إنه لابد من وجود دور جاد وحقيقي للدولة. انت لسه بتكلميني النهاردة عن دور المرأة في الانتخابات وانها بتقابل مشكلة كبيرة جدا. طبعا ما فيش شك انه، وعلى فكرة دي مش بتقابل المرأة لوحدها، برضو بتقابل كل الفئات. لما تلاقي في سيطرة من رأس المال وغور رأس المال بيسيطر على الشارع في الانتخابات، وبعدين تقولي انا برحب بالمرأة والشاب انه ينزل الانتخابات ويصارع امام امواج رأس المال، لا يعني هنا في نقص، هنا في خلل، هنا في عشوائية في إدارة الموقف. هنا لازم يكون في قوانين وتشريعات تحمي هذه المرأة وتحمي الشاب وتحمي الفئات. نحن في انتظار هذه التشريعات ونحن في انتظار هذه القوانين. لذلك البرلمان القادم عليه عبء كبير جدا جدا في حماية هذه الفئات، في حماية المرأة وحماية الشباب. لابد أن يكون هناك قوانين وتشريعات تمكنهم من ممارسة العمل السياسي، تمكنهم ممارسة العمل العام. ده علاوة على انه بقى
الموروث زي ما قلت لحضرتك والثقافة زي ما قلت لحضرتك. المرأة النهاردة عشان تعمل في العمل العام ده بيكلفها كتير حتى في حياتها الشخصية. للأسف الشديد الموروث الثقافي عندنا محتاج تطور ومحتاج نضج، محتاج إيمان بالفكرة، وده مش هيجي غير بالمرأة نفسها، بواحدة زي حضرتك كده صحفية مؤمنة باللي هي بتعمله فتنجح فتبقى مثل ونموذج يحتذى به لكل اللي حواليها، لشاب يقدر يقف ويلاقي أكتر من طريقة ويبتكر طرق جديدة طرق مختلفة لدعمه فينجح ويصبح نموذج، فيبقى نموذج لكل الشباب. فده يبقى طبعا في الحالة دي انت بتجبر الاخر، وانت نموذج بتجبر الاخر من نفس الشريحة بتاعتك سواء شباب او مرأة او غيره ان هو ينتهج نفس نهجك، ان انت تكون مثل يحتذى به له. لذلك احنا محتاجين نماذج للمرأة الناجحة في الصحافة، في العمل العام، في العمل الاقتصادي، في السياسة، في كل مكان. ده إذا كنا النهاردة بنتكلم بصدد المرأة أو القضية الأساسية في ندوتكم النهاردة هي المرأة. يعني يا أستاذ هشام في حاجة معينة بالنسبة لحاجة بتقول عليها النقطة دي، إحنا عايزين برضو يكون في سبوت على المرأة الناجحة دي، يعني زي ما الإعلام والصحافة بيجيبوا لنا نماذج كتير من السيدات اللي هما يعني 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 صورة المرأة المصرية في الإعلام مشوشة. أنا شخصيا بشوفها مشوشة عن طريق السينما عن طريق التلفزيون بشوفها مشوشة. يا ريت برضو الصحافة تهتم بإيه بأنها تلقي الضوء أكتر على السيدة الناجحة في مجال الطب، مجال العلوم، مجال الفنون، مجال الثقافة اللي إحنا بنشوفها نموذج مصري مشرف لينا قدام العالم كله. ده دور الصحافة برضو، يعني لما تلاقي قدامك سيدة ناجحة ما تكليش ابدا ان انت تكتبي عنها وتقولي عنها وتتكلمي عنها كتير وتتكلمي عن تاريخها وتقولي قد ايه دي سيده مصريه وقد ايه انا فخوره ان دي مراه مصريه موجوده في المجتمع. احنا نهتم بيها لو هي مهمشه، احنا نهتم بيها واحنا نقولها. عندنا كتير جدا نماذج يا استاذ هشام مش مذكوره. في نماذج كتير جدا، انا شفت بعض النماذج من السيدات في المحافظات عاملين مشروعات ناجحه للغايه، فين الاعلام من ابراز هذه المشروعات الناجحه؟ حد شرف عنه. طب فين الصحفيات من هذه المشروعات الناجحة؟ طب فين الإعلاميات من هذه المشروعات الناجحة للمرأة؟ فين دعم المرأة للمرأة؟ فده نقطة مهمة جدا، إن أنا أدعم ابني قضيتي، أنا الداعم الأول لقضيتي. لو مش مؤمن بيها ولا أدعم هذه القضية بالتأكيد القضية يعني هيسقط منها كثيرا، مش هتنجح بالشكل الكافي. إذا النهاردة أنا بتكلم عن أن المفترض أن المرأة يكون لها دور، لازم كل الجمعيات النسائية، كل الجمعيات المهتمة بشأن المرأة تساهم في إبراز مجموعة من النماذج المحترمة الجادة القوية من المرأة وتصدرها للمجتمع السياسي والمجتمع العام الآن، وبالتالي لما تنجح هذه النماذج هتدي فرصة كبيرة جدا جدا لأن الشريحة نفسها تكبر واللي عندهم أمل في هذا الصدد يبقوا موجودين أكتر بشكل كبير. شكرا يا أستاذ هشام. طب في أي سؤال الأستاذ هشام حد يوجهه؟ تفضلي يا أستاذ عمال. احنا لو احنا بنعترف دلوقتي ان المرأة فعلا في نماذج منها ناجحة وفعلا حققت ادوار في المجتمع في المجال الاقتصادي والمجال العلمي وكافة المجالات، ده احنا بنعترف ان مجتمعنا هو ممكن يتقبل نموذج زي كده، وهي كونها انها نجحت وانها اثبتت نفسها انها قاومت كل العوامل الموروثة والتراث والتقاليد والعادات وتحدد وخلاص، هي وصلت، هي مش عايزة حد يساندها. احنا في طبقات تانية مطحونة اصلا نفسها تنجح ونفسها القوانين اللي في بلدنا تنصفنا. احنا لازم نهتم جدا جدا، وده المفروض البرلمان القادم يهتم بيه، حرية الفرد، ان احنا نعلي قيمة الفرد في مجتمعنا، الفرد سواء كان طفل سواء كان رجل سواء كانت امرأة، لازم حق الفرد يتاخد على اكمل وجه، سواء كان جوه النطاق العائلي البيت الأسرة. خليني بس أعمل مداخلة مع حضرتك. تنمية الفرد دي تيجي بإيه؟ مش تنمية، أنا مش عايزة تنمية، إن إحنا نضمن حقوق الفرد. بإيه؟ بالقوانين. بالعلم. لا أنا باستثمار العلم. استثمار العلم ده أهم استثمار يبني وطن. أنا لما الناس تكون متعلمة كويس
متعلمة كويس هتعرف هي تبتكر سبل جديدة لخدمة نفسها. يا فندم أنا أقصد القوانين الحامية للفرد اللي تعلي قيمة الفرد اللي 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 اللي, اللي تضمن لحضرتك أنت كرجل حقوقك داخل أسرتك إن مفيش ابن يتعدى عليك. في قوانين بتحمي الفرد بتحمي كرامته وتحمي أدميته والناس ما بتطبقش ده لأن الناس مش ما تعلمتش قوانين الجهات المسؤولة هي اللي هتطبقها مش الناس. ما هو في قوانين موجودة في بلدنا ولا تطبق. لازم أنت تساعديه. يعني يا فندم أنت ابن حضرتك لو في قوانين بتمنع الرشوة ولا لا؟ في قوانين بتمنع والرشوة موجودة ولا لا؟ الرشوة موجودة لأن في راشي ومرتشي والاتنين مرتديين. في قوانين بتمنع الفساد عموما ولا لا؟ يبقى العيب منهم يا حبيبتي. احنا لنا دور كبير. لا هي الأستاذة تقول حاجة تانية خالص. حضرتك قلت الراشي والمرتشي الاثنين موافقين بالموقف لكن هي تقصد ايه؟ زي مثلا لو يدوق اهان زوجها العادات والتقاليد عندنا ما ينفعش اي بنت تفضلي مثلا جوزك هتودي اسم حاجات كده حلو. فالحاجات دي كلها غير متوفره للسيده كويس اوكي لحمايه كرامتها بمعنى اوضح. طبعا ده بيرافق عندها كده بالتالي بيأثر على تقصدي قوانين تحميها من الـ من الـ من اهدار ده. بس في حاجه عايز اقول لك على حاجه عايز اقول لك عليه وانا كنت اقصد واعي تماما اللي انا قلته لانه الزوج ده لو متعلم كويس وصل لحاله من النضوج عمره في حياته ما يعمل كده مع زوجته. العلم مش مستوى علمي ولا بكالوريوس ولا دبلوم لا طبعا ثقافة وتربية عشان كده قلت استثمار العلم. أنا ازاي استثمر ابني في اني اعلمه كويس عشان لما يكبر شوية يعرف يحترمني انا انتي وانا الاب والام الاب والام والمدرسة والجامع والكنيسة والشارع كل ده تمام. هو رجع للام قبل اي حد من كل حضرتك تمام. لما هي بقى نفسيا غير مؤهلة وحاسة بكبت طبعا بس انا للانصاف برضو للانصاف عشان انا يعني ما احبش ابدا ان انا اتكلم في قضيه وانا مجامل فيها او مش موضوعي للانصاف لا في مجموعه من القوانين الموجوده بتخدم المراه بشكل كبير. ربما يكون انتوا حضرتك يمكن انتوا تطمحوا في افضل من كده واكبر من كده او في آلية التنفيذ ربما والله لو وصلنا مع بعض ودرسناها كويس هنلاقي ان آلية التنفيذ دي مش موجودة برضو عشان الاخلاقيات والعلم لانه الضابط عفوا او امين الشرطة او الجهة التنفيذية ايا كانت اللي ما بتنفذش عشان في خلل مش كده في خلل عشان احنا اخلاقياتنا وقعت قيمنا فيها خلل فيها حاجه مش مظبوطه يبقى وضع ضوابط وضع ضوابط دي حاجه وضع كمان حد اقصى لتنفيذ ده لتنفيذ العقوبه يبقى في رادع يبقى العقاب عندي استعاده القيم كمان استعاده القيم كمان ده مهم جدا جدا يعني مهم ان انا اغرس في ابني ده عشان اللي جاي بقى ومهم ان حضرتك تعملي ده مهم ان حضرتك تتعاملي معايا كويس وانا اتعامل معاكي كويس لانه طبعا صح هو 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 الثورتين اللي فاتوا دول مش للاسف الشديد غصب عننا غصب عني وغصب عن حضرتك وغصب عن ناس كتير ابرزوا اسوأ ما فينا وطلعوا حاجات كتيره جدا وحشه كانت مكبوته وكانتش موجوده للاسف. انت بتتكلمي صح فعلا احنا محتاجين ثوره اخلاقيه احنا محتاجين كل واحد فينا يستعيد نفسه ويراجع نفسه احنا فكره مراجعه النفس دي بقتش موجوده اصلا. انا دايما انا وحضرتك بنتناقش مع بعض فانا عايز انتصار لرايي فقط بس بدون مبرر كمان لكن هل في الاخر هنوصل لنتيجه ترضيكي وترضيني وفي صالحك وصالحي طبعا لكن انا معاكم تماما وبضم صوتي لصوتكم بما ان انا واحد من المجتمع الذكوري ده فانا بضم صوتي لصوتكم في فكره انه لازم يبقى في قوانين طبعا بتحمي حقوق المراه وفي اليات تنفيذ لده طبعا وتمكن المراه زي ما انت قلتي. انا شايف انه المجلس القومي للمراه مثلا الان في اضعف حالاته مش في اقوى حالاته يعني اتمنى انه دوره يكون اقوى من كده ولازم على فكره ما ضاع حق وراءه مطالب لازم يعفروا ولازم امال قيادات المراه ازاي وقيادات المجلس القومي للمراه ازاي ويقابلوا رئيس الجمهوريه ويقابلوا اعلى الجهات واعلى الاصعده ويتكلموا عشان ده ويعملوا ده
يعني فده مهم جدا جدا. استاذ هبه انا عاوز اسال حضرتك سؤال بقى شخصي، يعني من خلال عضويه مجلس شعب انا ممكن احط قضيه المراه او يعني اكونها كده في ملف كبير بالنسبه اللي احنا بنتكلم عن التشريع وعن اليات تنفيذ وعن ضوابط معينه عاوزينها في اليات التنفيذ وعن رادع فعلا يكون موجود او محكوم بضوابط، كل ده مش هعرف اعمله، او احنا كلنا كنساء مش هنعرف نطالب بيه من خلال مؤسسه او كلام. فيطرح لو ذكر، يعني طبعا بما ان كل معظم المرشحين او اغلبيتهم من الذكور، هيقبل ان هو يفتح ده في مجلس الشعب ويتكلم عن اليات تنفيذ فعلا تكون ليها ضوابط معينه بحد اقصى للمده، ويبقى في مثلا غرامه اذا ما نفذش حكم معين لصالح المراه والطفل؟ مؤكد بدليل. الدليل انه في البرلمان اللي فات، البرلمان الماضي، كان في فئات في البرلمان للاسف الشديد طيارات مختلفه يعني، وكان التيار اللي بيدعي السماحه ويدعي الالتزام والتدين وما الى ذلك اكتر واحد واقف في عرقله حقوق المرأة، لدرجة ان انا شفت احد السيدات مرة من بيتكلموا عن قضية خاصة بالمرأة وبتاعه مش عارف ايه، احنا مش محتاجين حاجة الحمد لله، احنا كل حاجة كانت مشاكل اقول ليه ام ايمن دي اعتقد او فلا انا بيتهيألي انا متأكد انه طبعا لا هيبقى، برغم من انه كان في بقى انت بتقولي بقى مجتمع ذكوري، برغم ان كان في رجال بينصروا الطرف الاخر على حسابه، لا احنا شايفين المرأة لسه ما خدتش حقوقها لحد دلوقتي، بس دول اقلية جدا. بس انا عايز اقول لك على حاجة، انتوا قدامكم فرصة، انتوا قدامكم فرصة هايلة دلوقتي، في على الأقل 54 مرأة هيكونوا في مجلس الشعب القادم بحكم طبعا بحكم القائمة اللي موجودة اللي نص عليها الدستور، هيكون عندنا على الأقل 54 مقعد للمرأة على مستوى محافظات مصر كلها. دي أول حاجة. الحاجة التانية بالتأكيد هيكون في أعداد تانية من الفردي، هيطلع أعداد تانية من الفردي برضو من المرأة، فهيبقى في عدد كبير جدا يطرح قضايا المرأة، طبعا محتاج مساندة من الجميع، لكن هيبقى في عدد كبير جدا. النقطة الأهم ان احنا بقى محتاجين نحس، الناس حست قوي قوي، كان ملموس قوي دور المرأة في 30 يونيو وفي 25 يناير، كانت عاملة ملحمة تاريخية. طبعا انا عمري ما هنسى مظاهرة او وقفة تاريخية انا وقفتنا فيها بنفسي، كانت بتقول او تحت مظلة او تحت شعار صوت المرأة ثورة، صوت المرأة مش عورة، وممكن هو يستحلها بكافة السبل وكده. هو لو اتربى صح وعرف حقوقها وحقوق الست اللي هي ربته، وعرف ان 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 هي دي اللي بيمثل الانثى المفروض تبقى في مكان مقدس بالنسبه له، هي امه وهي اخته، اكيد قبل ما يجي يعمل اي جريمه جنسيه فكر فيها 1000 مره. الجانب الاقتصادي، احنا واقعين في مصر اقتصاديا بقالنا 4 سنين يعني معتمدين على الإعانات من دول الخليج والمساعدات وكده، بس احنا كبلد احنا لسه ما قمناش ولسه ما صلحناش ما صلحناش الخساره اللي احنا خسرناها. يعني لو احنا في مشاريع او الدوله تبنت اللي هي الشباب في المشاريع الصغيره او المشاريع المتناهيه الصغر، بحيث انها الشاب اللي لسه متخرج ده الدوله مش قادره تجيب له وظيفه ان هو يعيش بيها حياه كريمه، طب على الاقل تديله كارد ودراسه جدوى ان هو يبدا مشروع في متناهي الصغر ان هو يقدر يعيش عيشه كريمه. احنا يعني ما نطلبش من شاب فيه طاقه وفي صراعات نفسيه وصراعات داخليه ومشاكل مجتمعيه ونقول له لا ما تتحرش، لا ما خلاص، هي ممكن في ضوابط جواها تمنعه مره واثنين وثلاثه، بس مش الضوابط دي مش هتسري على كل المجتمع، اكيد في ناس هي مش هتقدر تتحكم في نفسها او حاجه كده. يعني احنا كمجتمع ممكن نساعد الشباب بطريقه معينه، مش بس قوانين ونسن قوانين وتسليط الكرباج طول الوقت قوانين قوانين قوانين. طب ما انا بدل ما يعني ما اذيه، ما انا اربيه، ما انا اقدم له خدمه، ما انا لو بايدي كمجتمع ان انا انهض بيه أهله بدل ما يخرج لي من السجن، بدل ما يخرج لي بالسجن وهو كاره المجتمع وكاره عيشته وحاسس ان عمره ضاع وي وي وي. طب ما انا لو اقدر ابنيها ابنيه، وبعدين البنى بتاعه يعني بتاع الشباب اللي طالع ده هيعود عليا انا، اكيد هيعود عليا انا. هنا كل العنف، السرقات اللي بتحصل في الشوارع، مش بس العنف الجنسي، السرقه وكل الجرائم اللي ده بيجي من ايه؟ ان ناس بتكره المجتمع مش عارفه تعيش فيه، ناس بتحقد على المجتمع.
الجو برد علينا. في حاجه كمان برضو عايزه اقول لكم عليها بس اخيرا، يعني فكرة التأهيل. أنا فكرت في التأهيل، يعني طبعا التأهيل يعني مش اللي هو المقصود بتدريب والكلام التثقيف والكلام، لا أنا بتكلم في حاجة تانية. زي ما بصينا للسيدة اللي عايشة معنا في المجتمع وقاعدة جنبنا وقاعدة هجرتنا وفي الأماكن العشوائية، أنا فكرت في السيدة السجينة المجرمة اللي بيصنفها المجتمع كمجرمة. السيدة دي اللي دخلت السجن قضت عقوبة معينة وطلعت من السجن لقت المجتمع بيبصلها نظرة إنها ست منبوذة إلى الممات، يعني إلى الممات ست منبوذة. فده إزاي إحنا ممكن نكون سبب في إن الشيء السلبي ده نحاوله لإيجاب عن طريق التأهيل. التأهيل من ناحية إيه؟ أنا ممكن أشوف أنزل أجيب تقارير من مصلحة السجون أشوف قد إيه الست اللي دخلت دي. طبعا إحنا ما حدش فينا بيتولد مجرم، أكيد كل دول وقع نتيجة ضغط نفسي، مشكلات كتير صعبة واجهتها في الحياة أدت بيها أنها تكون مجرمة في يوم الأيام. أنا نفسي بقى أن أنا أعمل مؤسسة، المؤسسة دي تكون خاصة بتأهيل المرأة المسجونة وأسميها مؤسسة إعادة تأهيل المرأة. مش هتبقى الست دي مش هتدخل المؤسسة دي تاكل عدس وتبقى مسجونة تاني، لا، الست دي هتدخل تؤهل نفسيا، تؤهل يعني عقليا وعمليا انها حتى تقدر تعيش بره بشكل اكاديمي. يعني المؤسسة دي تكون بشكل اكاديمي متحضر كده، يكون فيها دكاترة نفسيين، تتعامل كمان حتى مع الغير، تتعلم مهنة معينة، تطلع اوريدي تلاقي الشغل اللي موجود ليها، تطلع تشتغل، تاخد شهادة من الاكاديمي دي ان هي زي يعني بمثابة اعادة شرف ليها، يعني شرف انها ممكن ما تكون ليها. ده حقيقي، ده انا ما هو ده عندي برضو، ده هيقع عائق عندي انا. فازاي احنا نقدر من خلال برضو الاعلام والصحافه نبص للست دي ونبص للناس اللي بتبص للست دي ونقول لهم ان دي ما حدش فينا اتولد مجرم، كلنا ممكن نتحط في ظروف تؤدي بنا الى مشكلات في الاخر. فدي برضو انا مهتميه بيها جدا، المراه المسجونه، ان انا نفسي اوجد لها حل من ناحيه اعاده تاهيلها وتطلع اوكي تلاقي الشغل اللي موجود قدامها وتشتغل، عن طريق بقى رجال اعمال ودعم من رجال اعمال ومن مؤسسات. دي حاجه ما تبقاش مش هناخدها للدوله، يعني دي حاجه ممكن نعملها احنا كخاصه مع يكون ليها عائد اكيد، لان هي اكيد هتطلع تلاقي شغلها، هتصرف على اولادها، مش هترجع للجريمه تاني. حتى اصحاب المشاريع هيرتد ليهم عائد، يعني مشاريعهم مش هتبقى خدميه، دي مشاريع استثماريه هتعود عليهم بالله. يعني هي كلها فكره التطور، يعني كلها فكره تطور شخصيه وتطور اقتصاد وتطور، يعني كله من خلال فئه كبيره جدا. ما هي دي نسبه كبيره، يعني نسبه كبيره جدا من السيدات كتير، فدي فئه كبيره جدا في كل المحافظات، فسهل جدا احنا نعملهم زي اعاده تاهيل. وفي الاخر دي مراه مصريه برضو، يعني دي مراه مصريه احنا لازم نكون مهتمين برضو بمشكلتها. بس اتفضلي اتفضلي يا استاذة هاجر، شرفتينا النهارده ونورتينا، تسلمي. اكيد ان شاء الله.